نعم أنا دكتور. هذا الأزيز الصوت شوي ما واضح. الصوت ما واضح اليوم؟ طب بعيد بعيد يعني. بعيد؟ طيب بس خلنا نشارك. خليني واضح. هسا الصوت أضبط. صوتي أحسن. يعني لا لا هذا يعني اليوم الصوت صفر طيب بس ثواني بس خلينا نشعل منه الخلل منه على من النوت الاوضاع الكل خلي تسد الميكرو امجد عندي ست تليفون سد ال طيب بس واحد يفتح او صوتي ما واضح عنده خلي صوتك ما واضح عندي صوتي اتوقع اسم واضح يعني عند الجميع بس احد يكتب لي فقط شيء اذا واضح حتى نكمل تمام تمام دكتور طيب البرزنتيشن نعم واضح اوكي واضح شكرا استاذ ابراهيم جميعا شكرا طيب design of short columns under axial loads and bending. المحاضرة السابقة أخذنا فقط design تحت الإيش axial loads يعني فقط أخذنا عليه نقوبة محورية اللي هو P وP كان نوعين من P dead load P live load هسا راح يكون الكولوم عليه إنه إيش عليه إنه bending اللي هو الحالة الطبيعية. اللي يكون عليه انه اكسيال لود زائد بندنج. طبعا مثل ما نعرف الكولوم عليه اذا كان اكسيال لود مثل هذا راح يكون بالسنترويد مال السكشن. طيب يكون عليه انه مومنت شلون راح يكون؟ راح يكون عباره عن مركز هذا الحمل راح يكون ما على المركز مال الكولوم. يعني راح يكون بعيد عن مركز الحمل. فحتى انقل هذا المركز هذا الحمل الى مركز العمود راح انقله قوه في وايش وعزم يعني بالضبط هو مثل إيه هذا الشكل راح يكون بي بعيد عن السنترويد مال الكولوم فحتى انقل هذا البي الى السنترويد مال هذا الكولوم لازم انقله كبي وكايش كعزم هالمكان هذا كعزم خلينا بس نطلع القلم حتى يعني راح يصير بالنسبه لهذا حتى انقله هذا من هنا الى هنا راح يصير ايش عندي عزم كذلك على هذا العمود وهذا البي راح يروح عندي وهذا العزم المومنت ايش راح يكون قيمته؟ راح يكون قيمته بي في ايش؟ في هذا الاي هاي المسافه اي هاي المسافه اي طبعا المقطع مثل ما موجود عندكم هوني شوف راح يكون ايضا جزئين من عنده الجزء الاول منه هذا راح يكون تحت ايش؟ تحت كومبريشن والجزء الاخر راح يكون تحت تنشن يعني كانما تصور انت على هذا لو خليت حمل على هذا هذا ايش راح يتقوص؟ راح يتقوص بهالشكل هذا فهذا الجزء راح يكون ايش؟ معرض لقوه الشد وهذا راح يكون معرض لقوه الضغط. طبعا هذا المقطع من يكون عندي بي اكسنتريست فورس عليه معناته انا لازم احوله الى قوه داخليه فاحوله الى بي زائد المهم لازم اصمم المقطع مالتي يتحمل هذا البي يتحمل هذا المومنت طبعا هذه اللي كان باتجاه واحد قبل الاخير هاي ما قلت اللي يتعرض للشد والضغط اي نعم بس ارجع لي تحت صوره هذه شوفي اذا ضغطت اي هون ايش راح تتقوص؟ راح يكون خلي بس اطلع الماركر شويه راح ايش راح يكون؟ وين صار التنشن؟ صار تنشن هالمكان ايش صار بيها؟ صار بيها كومبريشن فهاي المنطقه تسمى كومبريشن هذا راح يصير كومبريشن رينفورسمنت راح يكونوا معرضين لكومبريشن وهاي المنطقه ايوه ايش راح يكونوا معرضين؟ للتنشن يعني كانما بين بس بين ما افقي راح يكون بين شاقولي يعني راح يصير بين باكلينج راح يصير بين انحناء ايش التقوس اللي نحكي عليه تقوس يعني ما موجود الاسم جاي عندي بالكليه كان هسه حكينا عليها بصوره اوضح يعني ان شاء الله اذا صار الدوام رجعنا ولو شفنا ما راح الدوام. ف
طيب هون راح تكون شوية أوضح يعني. شوفي هون علينا أوضح شوية راح يكون. كيف راح يكون هون؟ هذا شوفوا علينا إيش راح يصير عنده، راح يتقوس بهالشكل هذا، وهذا أيضا راح يتقوس بهالشكل، بس هذا راح يصير تحت تنشن، وهذا راح يكون إيش تحت كومبريشن. الخرسانة ما تتحمل تنشن، فالخرسانة تروح هون، من يبقى فقط الستيل يتحمل هذا التنشن. راح يكون مقطع تحليله يشبه تحليل البيت، بس راح نأخذه بالتفصيل. هذا الدايجرام جدا مهم هذا وجميل ولطيف. behavior of compression member under axial load and bending moment. هذا الكومبريشن ممبر اللي هو الكولوم كومبريشن ممبر، شوف مثل هذا راح يكون الكروس سكشن مادج. هذا علينا ايش؟ اما نخلي علينا axial load لوحده وما نخلي علينا اي مومنت. ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا بي نوت، هذا اللي حسبناه المحاضره الماضيه اللي هو بي نوت. راح يعطينا هذا البي نوت علينا ايش قد مومنت؟ صفر. شوف هذا المحور الاكس اكسس ايش الاكس اكسس يكون نومينال مومنت، المومنت بينما هون المومنت ايش قد علينا؟ هذا المومنت هون راح تكون صفر علينا بي نوت. هذا اللي اخذناه بالمحاضره السابقه. طبعا لو علينا اكسي عزم فقط وما علينا اي، يعني اذا عندي بيم عندي كولوم مثل هذا الكولوم وعلينا فقط عزم ماكو علينا بي، يعني بي يساوينا صفر. بي يساوي صفر ايش راح يكون؟ راح يكون اقصى عزم يتحمله هذا المقطع حتى يصير بينه بيندينج اللي هو ايه هذا ايه هون هو يسمونه ايش؟ ام نوت. هذا راح يكون اسمه ام نوت اللي هو يسمونه نومينال مومنت. نومينال مومنت يعني هذا المومنت اللي راح يتحمل. راح نحسبه هسه بالمحاضره اليوم، راح نفشع شلون يتحمل مومنت. طبعا الكولوم هو ما بس هاي الحالتين، يعني الحاله الاولى اللي هو راح يكون فقط علينا اكسيال لود، الحاله الثانيه ماكو اكسيال لود فقط مومنت اكو علينا، بينما هو الكولوم بالحقيقه في الواقع ايش اكو علينا؟ اكو علينا اكسيال لود واكو علينا مومنت. فهو ايش راح يتحمل؟ اكيد قطعا راح يتحمل اقل من لو كان علينا فقط اكسيال لود. راح يكون التحمل مالته مع الاكسيال لود قليل. ليش؟ لانه راح يكون معاه قيمه لمومنت بيني، وهالشكل الشكل لحد ما يصل الى فد مرحله يكون بينه اقصى تحمل للايش؟ للمومنت. هاي النقطة راح يصير M، يسمونه M بالانس، لأنه عم نحكي على ايش؟ المحور M بالانس مع ايش؟ مع P، يسمونه هذا الـ P يسمونه P بالانس، هذا يسمونه بالانس كونديشن اللي هو بالانس كونديشن. طبعا هذا البالانس كونديشن يعتمد على ايش؟ على السترين ديستريبيوشن الموجود بالمقطع. شوف هذا المقطع الخرساني مثل ما موجود هون هذا الكولم، شوف جزء منه كومبريشن 0.03. ليش؟ انه الكومبريشن سترين مال الكونكريت ايش قد هو؟ 0.03 مثل ما اتفقنا. هون ايش راح يصير بال 0.03؟ هون بالبالانس كونديشن الحديد راح يصل ايضا الى مرحله الييلد. شوف اي يساوي لنا اي اس يساوي لنا اي واي اللي هو اف واي على اي اس اللي هو ايش قدرات المفروض تقريبا 0.002 اذا كان الحديد ابو 400 تمام، لانه هذا 400 على 200000 راح يطلع 0.002 صح؟ فهذا البالانس كونديشن راح يتحمل كميه مومنت اعلى من كميه المومنت لو كان لوحده. ليش؟ لانه هذا الشويه اكسيال لود اللي هو بي بالانس يعني شيء قليل من راح يوفر لي حصر لهذا الكولوم، يعني الكولوم ايش راح يكون بينهم؟ اتقشعون الصوره الموجوده الورقه قدامكم فوق عني. ايه دكتور. نعم دكتور موجود. يعني راح يكون عليها بي بالانس وعلينا ايش؟ مومنت بالانس. دكتور يعني هون اذا القوه ازدادت الحصر راح يكون غيره لانه الرسم لا لحد ما يصل. بس خلي اكمل هذه حذيفه او جهاز، خلي بس اكمل هذه اذا فهمك ايش اقصد بها. هذه معناته ايش؟ نعم. اذا خليت شويه اكسيال لود علينا راح يتحمل مومنت اكثر. ليش؟ لان هذا راح ينحصر، راح يكون محصور كالعمود، راح يكون محصور. واضح علي؟ فهمت علي ايش؟ راح يكون محصور بوجود هذا. اما لو شلت هذا لوحده خليت علينا هذا راح يتقوص براحته، فلهذا البالانس كاباس الام نومينال مالت راح يكون اقل. فاقصى ما يتحمل الكولوم عندما يكون بالبالانس كونديشن.
عندما الخرسانة تصل إلى 0.03 نفس الوقت الحديد وينكم وصل؟ كم وصل إلى مرحلة strain بالyield يعني FY على FS كم وصل إلى مرحلة اليلد. هذا الكمية من ال P راح يوفر لنا axial load قليل. طبعا هاي بالمناسبة تعرفش خلي هاي خلينا نقول 10 إلى 15% من ال P nominal. يعني إذا خلينا 10 إلى 15% axial load وبعدين خلينا عليه عزم راح يتحمل أكثر عزم من ما لو خلينا عليه عزم لوحده بدون axial load. هاي المنطقة كلش منطقة حلوة. هاي المنطقة يسموها ال tension control. يعني منو راح يصير بينه؟ راح يصير الكولوم بينه دكتايل. منو الخرسانة راح تكون بيها 0.03 والحديد التسليح الاي المالت راح يتجاوز الاي يلد. فلذلك الفاكتور هون ايش راح لازم يكون بهالمكان الفاكتور اذا كان تنشن كنترول 0.9. بينما هذا الجزء في الاعلى لانه اكسيال لود عليه راح يكون ايش؟ كومبريشن كنترول اللي هو من حد اي هون الى حد اي هون راح يكون كومبريشن كنترول. السترين ديستريبيوشن بالمقطع مالنا ما موجودين المشكله البيم هذا اللي النموذج اللي كنا عم نقول لكم هو بالكليه ما جبتوه يعني كان المفروض تجيبوا معي كان تشوفون الاوضاع هون الخرسانه اشبهها راح تكون مرتاحه بس علينا ضغط اكثر من المرتاح الستيل راح يكون بينه مرتاح والخرسانه عليها جهد سترين اكثر فهذا يسمونه كومبريشن كنترول طبعا هاي المنطقه خطره فلهذا الفاكتور اوف سيفتي مال التشغيل يكون 0.65 هذا المكان هذا يعني هذا الجزء هذه الفاكتورات ما بدي اشرح داتو هذا يا شباب 0.8 5 ما تمام لو 0.8 للكره للخرسانه للبي نوت حتى نحسبها لازم هذه ايش خطه هذه تكون بالاكسيال اشقد داتو الفاكتور مالتها هذه اذا كان سبايرال كولوم 0.8 5 0.8 5 0.75 0.8 0.75 0.8 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
0.65 هذا. بينما اي هذول النقاط هوني اي هوني لحد اي هوني اذا كان كومبريشن كنترول الفاكتور اوف سيفتي مالتهم حسب الفلكتشرال بيم، تذكرون الفلكتشرال بيم رسمناه هذا قلنا اي الشكل بعدين يطلع اي الشكل بعدين يطلع هاي ايش قد هذه 0.9 على هذه وهذه ايش قد هذه 0.65 طبعا يعتمد على السترين اذا كان السترين اقل من 0.0 واذا كان السترين اكبر من 0.05 حتى يصير ايش كومبريشن كنترول التنشن كنترول تمام وهذا كومبريشن كنترول مو صحيح انا اذا كومبريشن كنترول ايش قد الفاكتور اوف سيفتي ده قانون ايش 0.65 فاذا هاي الكيرف لهذا الكيرف من هوني هاي المكانات كلها ايش راح تكون الفاكتور اوف سيفتي 0.65 لحد ما تصل إيه هون من تصل إيه هون راح تصير 0.85.75 إذا كان تاي كولوم 0.8.65 إذا كان سبايرال كولوم طبعا هذا الجزء الأسفل هون في الجزء الأقل أقل من الرو بالانس السي راح يكون بينه إيش أقل من سي بالانس يعني شوف هذا يسمونه سي بالانس أو النيوترال أكسس من هوني إلى إيه هوني يسمونه هذا سي بالانس هون السي ايش بيها راح تكون اقل من السي بالانس هون السي اكبر من السي بالانس هذا السي اللي هي عمق النيوترال اكسس طبعا هون راح تكون ايش راح تكون راح تكون تنشن كنترول بالمكان هذا تحمل هذا الكولوم راح يكون تنشن كنترول من يكون تنشن كنترول ايش قال الفاكتور اوف سيفتي مالته راح يكون 0.8.95 هسه راح ناخذ مثال ونشوف عليه ايش هذا اللي يسمونه ايش يسمونه يسمونه انفراكشن دايجرام مثل ما مكتوب هنا انفراكشن دايجرام فالانفراكشن دايجرام هو تحمل هذا المقطع المقطع البيم الموجود قدامكم هذا موجود قدامكم هذا البيم مقدار قوه تحمله اذا كان
لقيم مختلفة من P و M، لأنه ما راح يكون عليهم قيم واحدة ل P أو ل M. فمقدار تحمل هذا العمود إذا كان مسلح بتسليح معين، مقطع معين، B وعمق معين وعرض معين، نوعية خرسانة محدد، راح يكون اللي هو كيرف. هذا الكيرف يحدد البيهيفير مالته، سواء أشخط خلينا عليه الأكسيال لود ممكن أحط عليه المومنت وما أتجاوز هاي المقدار من المومنت كورسبوندينج تو، يعني يسمونه هذا اليلد سيرفيس اللي هو الخط سطح الفشل. طيب تذكرون هذا ال ايش؟ احد عنده سؤال على هذا قبل لا اقلبه على انه هو على غيره؟ سيد ممكن بس تراجع لان ما فهمت عليه. هذه ما تقدر اراجعها كلتها يعني انمار، اذا كلتها راح يروح وقت كثير من عندنا، بالمثال راح تكون اوضح اذكر. اوكي استاذ، اخر محاضره يعني بنهايه المحاضره. بنهايه المحاضره ما مشكله. هذا الشكل كايش؟ كبيم. تذكرون هذا البيم؟ هذا ما غيرته نفسه بيم، بيم بيهيفير. بس ايش شلون هذا البيم؟ هذا عفوا لا مجرد انه ما تتفرج على، بس اكو احد لازم نفوته. علي محسن بعد لا تجي متأخر. بس هذه لا تنظرون إليها. إذا ما نظرتم لهذا الحديد الموجود في الأعلى، هو إيش هو؟ عبارة عن إيش؟ عن single reinforcement section اللي هو هذا يصل إلى مرحلة اللي F Y على F على E المدرسة في السيستم الكومبري. سي هذا السي بالانس اللي حكينا عليه فقط. راح نحسب ايش؟ راح نحسب السترين الموجود بالكومبريشن، لانه هذا راح يكون ايش؟ دبل ريفورسمنت سكشن، يعني كانما المقطع راح يكون مسلح تسليح بالشد هوني، تسليح اخر في الاعلى اللي هو يقاوم الضغط، يقاوم الكومبريشن، يعني يساعد الخرسانه بتحمل قوه الكومبريشن. فراح يصير عندي اي، راح يصير عندي 0.85 اف سي برايم اي في بي، هذا حكينا عليه. ومن راح يساعده بالكومبريشن؟ ISF IS داش F1 اللي هو يشبه هذه IS F1 نفسه، ما تفرق شيء، بس بالكومبريشن راح يكون عندي، راح يكون عندي قوتين في هالمكان، ويعني تساعد الكومبريشن، راح زيد اللي ايش؟ الكومبريشن كاباسيتي السكشن. طبعا حتى نحسب ال PN او المقدار القوة الفورس الموجود عليه، انه راح يساوي لنا مجموع ايش؟ مجموع هذول الكومبريشن الجاي هالشكل ناقصا مجموع الاثنين، شو راح يعطينا P؟ بس راح ناخذ ايضا من المثال مثل ما اخذته سي زائد سي اس ناقص التنشن، هذول منطقه الكومبريشن نطرح منها نتينا القوه الموجوده في منطقه الكومبريشن. الاكسيال لود علينا طبعا المومنت اباوت جيومتريكال كروس سكشن، يعني حول الوسط راح يكون دق علينا. ايش راح يكون عندي؟ كان ما راح يصير عندي سي كومبريشن، هذه السي كومبريشن، هذه السي الكومبريشن، لا حضربها ايش؟ حتى اصل الى اي هون لازم اطرحها من اشقد؟ اطرحها من اتش، لانه هذا اتش اتش اوفر 2، اطرح منه ايش؟ اطرح منه دي داش، راح يكون اتش اوفر 2 ناقصا اي او العفو، هذا اتش اوفر 2 ناقصا دي داش. هذا بالنسبه له التنشن نفس الكلام، راح يكون اتش اوفر 2 ناقصا دي داش. اطيق اجمع سي اس زائد تي في اج اوفر 2 ناقصا دي 1، لان اذا كان دي 1 ودي اس يساوون، هو فعلا لازم يساوون، يعني هي دي داش. وبعدين ايش اضرب؟ اضرب الكومبريشن هذا الموجود 0.85 اف سي برايم، اضربه في اي بالانس على 2، اخذ نص الى هون الى اج اوفر 2، راح يكون اج اوفر 2 ماينس اي اوفر 2 حتى تيجي على الجيومتريكال كروس سكشن مع المقطع. إذا كان بالمرحلة منطقة الخرسانة ممكن العمود الخرساني ممكن يتحمل تنشن فورس، نعم ممكن يتحمل تنشن بقسم الأعمدة، ممكن عليها إيش؟ تنشن وليس كومبريشن. فايش راح يكون عبارة عن تنشن؟ راح يكون اف واي في اف اف اس، زين وين الخرسانة؟ الخرسانة إيش بها؟ ما تتحمل تنشن فورس، فلهذا ما راح يكون مثل ما الكومبريشن، ما الكومبريشن إيش قلنا 0.85 اف سي برايم وبعدين في A minus AS. ليش؟ هذا الجزء يتحمل compression، بينما هوني لا، في tension يتحمل فقط الحديد، الخرسانة ما تتحمل أي forward tension. هاي الفاكتورات حكينا عليها، الفاكتورات مال axial load اللي الفلكتشر إذا كان tension control راح يكون 0.9
إذا كان 0.7 0.65 إذا كان تاي كولوم إذا كان سبايرل. وهذا الانتراكشن دايجرام اللي حكينا عنه قبل شوي. فايش راح يكون عندي؟ فبي نوت اجيبه الى اي هون حتى تصير بي ماكس، احضره في اي اتش بي 0.8 اذا كان تاي كولوم او 0.7.85 بي نوت. بعدين لازم ايضا اضربه في فاكتور اخر اللي هو ايش قداده، اللي هو 0.75 اللي حكينا عليه او 0.7. بعدين اجي احدد هاي النقاط البقيه، طبعا هذول منطقه الكومبريشن 0.65 اذا كان تاي كولوم، إذا كان سبايرل 0.75. هاي المنطقة أضربها في 0.9، ليش؟ لأنه هي تنشن كنترول، فتكون مرتاح بها الخرسانة والحديد يكون بها. خلينا ناخذ طبعا تايب اوف كولوم، مما قلنا سبايرل هاي حكينا عليها، أو ايش تايب كولوم ممكن حكينا عليها. عشان انتراكشن دايجرام فور كولوم از كونستراكتد يوزنج ا سيريال اوف فاليوز فور بي، عندنا عدد نقاط لبي اند مومنت. ذا بلوت شوت outside envelope of the problem، يعني يشوف لنا المحيط الخارجي لهذه المساله اللي نحن بها. فاول شيء ايش نجي؟ compute p not. p not هاي نعرفها اخذناها المحاضره السابقه، ومنها نطلع ال p n اللي هي maximum compression mass. بعدين ناخذ ايش؟ نطلع السي فاليو، والسي من السي فاليو نحسب الستريس، ومن الستريس نحسب الايش الفورسز، ونحسب السي اس بالcompression بالtension، وبعدين نحسب T اللي هو tension forces، بعدين determine P null value، بعدين compute MN المومنت about the center of the section geometrical section، وبعدين نخلي ال E اللي هو MN N على PN اللي هو المومنت، نرسم البلوت. وبعد ما نرسم البلوت مثل ما حكينا راح نبدي ايش نقص هذه بهاي الفاكتورات اللي حكينا عليها 0.65 0.9 اذا كان حسب ال strain value، حسب ال تنشن كنترول ولا كومبريشن كنترول. طبعا هذا مقطع معين لو كان عندنا مثلا نريد نحسب السي بي علينا، فشو راح نحسبه؟ فهي هاي بس الوسط مالته، فهذا راح يكون ايش؟ راح يكون تحت ايش؟ تحت كومبريشن، يعني كانما هذا مقلوب مع البي، البي كان بالفقي هذا كان راح نعمله شافويه. فعلينا بي وعلينا ام، فهذا راح يعطينا ايش؟ يعطينا سي اس اللي هو مقدار تحمل الحديد في منطقه الكومبريشن، وهذا سي اس اللي هو عباره عن تحمل الخرسانه في منطقه الكومبريشن، وهذا تي اس اللي هو تحمل الخرسانه تحمل الحديد من منطقه التنشن. هون ماكو ليش؟ لانه هون الحديد ايش صار بينه؟ الكونكريت ايش صار بينه؟ صار بينه كراكت، وهون صار النيوترال اكسس. بعدين بي انا شو مطلعه؟ هذول الاثنين سي اس زائدا سي سي ماينس تي اس يعطينا منه يعطينا بي ان. ناخذ المومنت حول الجيومتريكال كروس سكشن يعطينا هذا المومنت الخارجي الابلايد علينا. طبعا هاي نقطه واحده ونكرر عده نقاط قد ما نرسم الانفلوب. هاي الفاكتورات حكينا عليها 0.65 0.75 اذا كان تاي كولوم، اذا كان سبايرال كولوم عفوا، اذا كان تاي كولوم هذا راح يكون فاكتورات المومنت سواء ولا البي اثنيناتهم ينضمون. بينما 0.65 0.85 هذه اذا كان تاي كولوم سبايرال كولوم حكيت عنها بصراحه. ناخذ هذا المثال نشوف كيف ممكن نحله. من هذا المثال فور ذا كروس سكشن، هذا الكولوم شون ان ذا فيجر درو ذا اكسيال لود فيرسس مومنت، يعني بالمقابل للمومنت انتراكشن دايجرام اف واي 414 ميجا باسكال. استاذ العفو على المقاطعه، بس مكتوب الفاكتور عندك 0.7 ما 0.75. وين؟ من قبله؟ ايه بالكولومز بالفاكتور. يمكن يعني هتشرح لنا عليه. لا لا قبله مكتوب 0.7. على ايه ما هي؟ على هاي؟ لا اللي بعد بالقبله القبله مكتوب كولومز الواجهه مالها. هذه؟ لا القبلة ايها هوني هوني ايها 0.77 هوني سبايرو 0.75 هاي لازم تصلح 0.75 يا شباب. ها اوكي هاي هذه خطأ لا نطبع 0.75 طلعوا عاد بس نحن هاي كذا كرناها كثير فلهذا هون كرناها. اوكي صحيح. طيب
نرجع على مسألتنا هون. لو عندنا هذا المثال اللي شفتم وسع قدامكم اللي عم نشوفه نحن. عندنا هذا الكولوم. هذا الكولوم يريد نرسم الانتراكشن دايجرام مالته. هذا الانتراكشن مثل ما موجود هون هذا الخط الازرق. اشغل يتحمل بي نوت، اشغل يتحمل ام، وهذا الكيرف مالته بحيث او سطح الفشل لهذا الكولوم. هذا مسلح بست اشياش ابو 25.4. المسافات مقطعات هذه 480 وهون 60 وهون ايضا 60. طبعا هاي المسافه من هون الى هون كلها 600. هاي 350. نجي طبعا هذا الباوربوينت برزنتيشن طالع قدامكم ما تمام يا شباب؟ نعم نعم. طيب هسه هذول كذا تمشغل يعطونا حديد تسليح، هذا لوحده وهذا لوحده، هذا ايش راح يسمون؟ شوف اذا خلينا المومنت علينا بهالحاله هذا راح يصير اي اس، وهذا راح يصير ايش؟ اي اس داش اللي هو الخرسانه في مرحله الكومبريشن. يعني اذا اجي ارسم علينا المقطع راح يكون اي هوني كومبريشن، وبعدين ايش يجي؟ لحد جوا هذه. هذا اذا كان الكومبريشن السترين مالته ايش قد لازم يكون؟ او 3. وهوني هاي المنطقه هذه لا، اذا حاله البالانس كونديشن احنا اول شيء راح نشتغل البالانس كونديشن. البالانس كونديشن ايش معناته؟ معناته ايه هاي النقطه بالضبط؟ اشوف المؤشر مالتي قاعد اشير من هنا، اشوف المؤشر بس نعم نشوفه واضح. اوكي اريد اطلع هاي النقطه عشان قد تتحمل مومنت. فهذا حتى يكون بالانس كونديشن يعني الخرسانة راح تصل الى مرحلة قريب من مرحلة السحب، بنفس الوقت الحديد الموجود بمنطقة التنشن راح يصل الى الى ايش؟ الى اليلد. يعني اي راح يصير يساوي لنا اي اي تي راح يساوي لنا اي اي واي او اي يلد. طبعا نحن بما انه اي يعني هالنقطة هي البالانس؟ ها؟ العفو هاي النقطة هي البالانس كونديشن؟ هاي النقطة اللي بشر عليها؟ أيان كتبتوا إيه هاي اللي كنا أشرت عليها الساعة البالانس كونديشن. تمام. الحالة التعادل اللي الخرسانة تصل إلى مرحلة قريبة من مرحلة السحب وبنفس الوقت يصير يلت عندي بالإيش؟ بالحديد التسليح. اللي موجود في منطقة التنشن. يعني هذا جزء تنشن راح يكون. وهذا الجزء راح يكون بالإيش؟ بالكومبريشن. يعني في هذا خليته علينا توازن. البالانس يعني. هي هي لحظة حرجة، هاي اللحظة اللي راح تكون بها الخرسانة قريبة من السحب في منطقة الكومبريشن، في نفس الوقت الحديد الموجود في منطقة التنشن راح يصل إلى مرحلة اليلد. فهذا حتى يصل إلى مرحلة اليلد أخلي اف واي على ايش قد؟ على اي اللي هو ايش قد ذاته راح يكون اف 414 على 200,000. ايش قد يعطينا هذه؟ خلينا نقول 0.0 او 2. يلا منو قاعد يحسب واحد زي ولا خير؟ استاذ ما واضح يا ام، الصوره ما واضحه ابدا. الصوره ما واضحه؟ اكبر الخط والله استاذ ما واضح. استاذ ما واضح من النت والله يا ام الصوره ما واضحه، الصوره ما واضحه، الصوره ما واضحه، والوفاء ما واضحه. استاذ صوت النت على الاغلب ما مشكله. ايه بس تقريبا واضح.
دكتور يطلع ناتج 0.0207. ليش دكتور واحد فوق؟ دكتور يطلع 0.0207. 0.07 اوكي. اذا هذا اليلد اللي راح يصل بينه اللي راح يصل بينه البالانس كونديشن، هذا راح يصل الى مرحله اليلد بنفس الوقت الخرسانه الموجوده في منطقه الكومبريشن راح يصل الى مرحله السحب. طيب هذه ايضا استعرت منا اطيق احسب ايش بما انه هذا السترين معلوم، هذا السترين ايش طلع لي هسه 0.0207 هذا طلع لي هاي النقطه هاي من هون الى هون، وهاي المسافه من هون الى هون المعلومه ايضا اطيق اطلع هذه اللي يسموها ايش سي بالانس. راح ارسمها مره ثانيه هون جوا بما انه راح تسالوا عليها اكثر من مره راح اخليها جوا. هذه 0.003 هذه راح تكون عندي سي بالانس. هاي المسافه من هون الى هون ايش قد هذه؟ بس ما تبين، لو ممكن تنزل الكاميرا. ايه واضح. هاي ايش راح تكون سي بالانس 0.03، هذه ايش قد راح تكون 600 ناقصا 60 540 مللي. طيب هذه ايش قد ذاتي 0.0207 زين. مجموع هذول كلهم حتى اشابه هذول المثلثات، هذا مجموع كل ما ايش يساوي لي 7.03 زائد 0.07 حتى اشابه المثلثات زين على 0.0507 صح. فراح اشابه اي هذا المثلث الصغير مع هذا المثلث الكبير، اشوف كيف راح سي بالانس على 0.003 راح يساوي لي ايش؟ هذا المثلث الكبير ايش قد ذاته؟ او المسافه ايش قد ذاته؟ لانه هون المسافه عندي هون 0.0507 والمسافه 540 هون من هون سي بالانس ايش قد يساوي لي؟ دكتور بس ارفع الورقه شويه. اي شكرا. تطلع 213.01 اوكي 213 ملي متر. هذا راح نسميه ايش؟ بس تكبير من هذا متاكد من انا 106.5 انا 106.5 والله انا كل هاي ارفع 319 يطلع 0.5 319 قول 320 320 تراش كن جاك اليوم؟ حتى انتين ارقام خطا استاذ والله 200 طلعت 213 يلا دعش احسن الله خليك بس ايدان خطوة قولي بس دكتور اي هالخطوة هذه منو عايز سأل هذا السؤال؟ انا شوف هاي هاي عن شابه ايه عن شابه هذا المثلث الصغير اللي هو بوينت او ثري على سي بالانس او سي بالانس على هذا هاي القاعده الثانيه اللي هي بوينت او 2 زائد بوينت او 3 راح يعطينا اي هاي 320 المجموع كله 320 يعني مع هذا المثلث الكبير استاذ انا قلت 1 على 0.6 لا 0.03 تمام 3 تطلع 320 اوكي. ايه دكتور ما تبين عليك ايه بس السطر والله ما نفهم. ما مشكله ما مشكله خليهم، لا بالعكس انا احتاج بس ما كثير يعني. فهذا يسمونه ايش سي بالانس، هاي النقطه اللي هي سي بالانس اللي لو رسمناها راح يكون ايش عندي؟ هاي النقطة اللي هي على حكي عليها. يعني
المقطع راح يكون هالشكل، راح الخرسانة ايه هون راح تصل السترين بين الى 0.03، وبنفس الوقت هون راح يصل الحديد الى منطقة باليلد. واضح علي هذا؟ اشنو هذا السي؟ وهذا السي بالانس. طيب هذا السي بالانس من عرفته انه انا ايش اطيق؟ اطيق المحور التعادل، اطيق ارجع الشكل وارسم ليش؟ خلي ارجع ارسم وقت الاخر الشكل حتى نخلي علينا الشغلات اللي طلعناها. راح يكون عندي ايش؟ ثلاثة حديد تسليح هوني وهوني ثلاثة ايضا، وعندي محور التعادل هوني. هذا اي اس مالته ايش قداته هذول كلتهم؟ اي اس داش ايش قداته؟ 3 ابو 25 ايش قاعدين يعطيني مساحه؟ 25.4. ثلاثة ابو 25.4 ايش يعطيني مساحه؟ 1519.3 1520 طيب. وهذا السي اللي هو اللي حكينا عليه السترين وين راح يصير؟ راح يصير هالشكل، وهذا بهالمكان وصل الى محل. وهذا السي اللي حكيته عليه هون طلع عندي 320. بس ارفع الورقه. ايه 320 وهذا بوينت او اثنين. هذا ايش راح يعطيني؟ يعطيني كومبريشن. هذا الكومبريشن ايش قداته؟ 0.85 اف سي برايم صحيح؟ وهذا مقابله ايش اكو هون؟ اي اس تنشن ايش يعطيني؟ تي. هذا المجموع حصلت مش راح يعطوني محصلة هذه سي سي اللي هي جاي من الخرسانة مقابلها ايش اكو ايضا؟ اكو اي هوني السترين راح ارسمه بلون مختلف بهذا راح يعطيني سي تي اللي هو نتيجة حدود التسليح الموجود في منطقة الكومبريشن. راح يصير عندي محصلتين، محصلة سي سي واللاغ سي تي اللي هي تحت حديد التسليح الموجود في المنطقة. أما هذه لا، هذه فقط عندي تي، فقط راح يكون عندي تي. طيب أجي أحسب من هذول إيش قدرات قيمتهم، بس قبل لا أحسب أشوف هاي الخرس هاي الحديد الموجود هون في منطقة الكومبريشن وصل إلى مرحلة اليث أم لا. حتى نعرف إنه وصل إلى مرحلة اليث لازم إيش أحسب؟ أحسب السترين هون سترين داش. كيف احسب السترين داش؟ احسبه من هذا المثلث الاولي وحده، راح يكون عندي 0.003 هذا تشيك فور كومبريشن ستاتيس، راح يكون عندي 0.003 على ايش؟ على 320 يساوي لي ايه؟ يساوي لنا ايه هذا السترين مال كومبريشن مقسم على إيه هاي المسافة؟ هاي المسافة 60 من هوني وعندنا 320 فراح يصير 320 ناقصا 60 إي داش إيش خلي يساوي لي؟ 487.5 بس هذا رقم ما صحيح غلط هذا
هو هذا الغلط. لا ما كتبنا الصحيح، كتبنا الصحيح. ايه هذا الرقم ايش قد هو صحيح؟ هذا 2.8 يلد يلدت. راح اكتبه يلدت. منو يلدت؟ ستيل ان كومبريشن، كذلك وصل الى مرحله اليلد. خلي ارسمه هون، نرجع نرسمه مره ثانيه حتى تكون اوضح، لانه راح تركب عليه حسابات. طب بس ممكن ترجع الرسم السابق؟ لا دكتور. ما ممكن. تعرفين ما ممكن ليش؟ راح ارجع ارسم مرة تليفون. ما ضحكت. ها ها اوكي دكتور، اسف على المقاطعه بس ترى النت اليوم كلش ضعيف مني وكل شيء ماشي، بس المربع والثلاث اشياء عشان منا ومنا راح اضطر انه راح اغادر، لان كل شيء ما لا افتهمت ولا واضح لا الصوت ولا الصوره. يعني اذا المشكله يمك تصير عمر من اللي يحكي؟ مصطفى. مصطفى استاذ والله ما ادري، مشكله يمي يمك بالنا. الشباب بقي الصوت واضح تقطع بس يعني انا يمي واضح يمي هذا الصوره اللي الصوره ما الصوت ما واضح يعني ما في شكل يعني بعد شويه اجوز يتحسن. دكتور هي المشكله انه هسه وقت الذروه نوعا ما الاغلبيه على النت، فلهذا يضعف الظاهر. والله كلامك صحيح فعلا، انا قاعد نجنب هالوقت هذا فعلا. هذا الوقت ما في صوت. 0.03 هذا حكينا علينا، وهذا ايضا راح يصل الى 0.0207 وهذا ايضا وصل الى مرحله اليلد. هذا اي داش اكبر من اي واي، معناته ايضا صار بينه يلد. ارجع راح نرسم الشكل هذا اللي حكينا عليه، فان هذا راح يكون عندي هذا الجزء كومبريشن 0.85 اف سي الى حد النيوترال اكسس، وهاي المسافه من هون الى هون ايش قداتي؟ هذه السي بالانس، هذه اي بالانس راح نسميها، راح تكون اي. هذه راح تعطينا ايش؟ راح تعطينا السي سي جوا اي. هذا راح يكون عندي ايش؟ سي تي اللي هو يتحمل تنشن، وهذا مقابله ايش اكو هوني؟ تي. هاي قلنا 1520، وهذا ايضا اي اس 1520. نجي هسه عم نطلع تي، لانه هاي نحن نريد الفوق المحصله مال هذا بي ان او بي بالانس. اريد نشوف ايش قد داتا اكو بي بالانس علينا بي بالانس. اوكي فهذه في الاعلى ايش اكو عندي في المركز؟ اكو عندي بي بالانس اللي هو المجهول عندي، فاجي احسب واحد واحد. تي تي ايش يساوي لي؟ اي اس بي اف واي. اي اس ايش قد دادي؟ 1520 بي اف واي 414 ايش قد يساوي لنا؟ 629,280 كيلو نيوتن. 289 اي كيلو نيوتن. طيب سي تي ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا هي 1500 الثانيه اللي هي منطقه الكومبريشن في 414، ما في 487. ليش؟ لانه تجاوز اليلد. فنحن اذا تجاوز اليلد ناخذ ليش؟ ناخذ اليلد. ايش خلي يطلع عندنا ايضا 629 كيلو. ضل عندي ايش؟ ضل عندي سي سي ايش راح يساوي؟ راح يساوي لنا 0.85 اف سي برايم بي 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 ايش؟ استاذ يعني نحن من حسبنا تي
الحديد بينه وصل لليلد من حسب نتي أخذنا 414. أي حيان نشوف الحالين ماش قدر طلع 887 اللي هي بالمنطقة الكومبريشن. لا أنا قصدي على التي بس على التي وحدة تي فورس. لا ما هي أوردي بالانس، ما هي أوردي إيون من بداية. هاي حكينا سؤال أنت ما مع من بداية دحكة من بداية شو خلنا أتقطع ما عاد أعرف حتى وصف يعني من البداية إيش هذا إي واي يساوي 414 على 200 ألف اللي هو إيش معناته يلد. واضح؟ أوكي. طيب هسه هذه ايش راح تعطينا السي سي؟ راح يساوي 0.85 اف سي برايم ايش قد تعطي السي برايم 28 البي البي ايش راح تكون 350 هذا المقطع هذه بي اي الاي ايش قد تعطي 0.85 بي ايش في 320 اللي هو السي بالانس. ايش قدرت السي سي راح يطلع؟ 2.6 مليونين و250 ايش قد؟ 2.265 و760 كيلو نيوتن ما تقسموه على الف لازم. ايه قسموه على الف يا كيلو نيوتن. كيلو نيوتن تطلع. لانه هاي الوحدات كلها نيوتن ملي متر هتنحولها على كيلو نيوتن نقسمها على الالف. شوف هسه عندي ايش عندي حتى ارجع على الشكل هذا مالتي. شوفوا عندي ايه هوني عندي في بالانس هذا حتى نطلع في بالانس نقول سيجما اف واي يساوي لنا صفر. ايش عندي بهذا؟ عندي ايه هوني هذه ايش قداتي؟ 629 هذه 2265 وهذه 629 هسه سيجما اف واي يساوي اي هسه بي بالانس بي بالانس 2225 اي راح يساوي لنا 629 ناقصا 629 629 ناقصا 629 زائدا 2265 معناته البي بالانس ايش يساوي لنا دكتور بس نزل ال ايه 2265 هذا تي بالانس. اسال ظل ايش ظل عندي شغله وحده اخيره اللي هي مومنت بالانس. اخذ المومنت حول المركز مال هذا الشكل. المركز مالته هذا 600 نصه ايش قداته؟ 300 فانا لازم اخذه على 300 لازم ايه هوني اخذ المومنت في هالمكان هذا. طبعا المقطع الى اي هناك الجا فاي هذا السنترويد فاخذه اي هون ايضا اطلع المومنت هون فلازم بس احتاج مسافات اطلعها. المشكله لازم شويه ابعدها حتى تطلع الرسم مع كده. تعال شوف ما اطلع دكتور فتح ورقة ثانية خلي فوقها تو على الرسم أحسن دكتور. إيه ما بعدين إيش أنا بعثت كمية المشكلة هون. الدكتور قطع وقت شو قطع تو ورقة صحيح. إيه ما تبين. هسه عبين. تمام بس الرسم مش الجو ما تفتح لك الشيء. هم ما يبين لا أنت الرسم ما يبين. طيب هسه جيد جيد دكتور كل زين ما اريد تمزح تدين راح نكتب يبين كيف تشتغل على الكاميرا؟ والله لا جيد ولا مني
ورقة ثانية فوق هذا رسم وإنشاء. لا أسم مليحة. شوف كيف راح نرسم هسه هذه، كيف راح نحسب المومنت، المومنت بالانس راح يساوي لنا شوف هذه عندك 625 629 مسافتها ايش قد ذاتي عن السنترويد من هوني الى اي هوني ايش قد 60 ونصفها 300 ف 300 راح تكون عندي 300 ناقصا ايش ناقصا 60 ملي 240 فراح يكون عندي 629 هي المسافة ايش قد ذاتي 300 خليني اكتبها اللي هي ايج اوفر ناقصا دي داش دي داش ايش قد ذاتي 60 هذه طبعا باتجاه الداور الداور بهالاتجاه من هو يجي بنفس الاتجاه يداور 629 الثاني مو متفشي هاي المهم واضح يعني هذول كلهم يدورون حول ايش حول هذا المحور فراح يكون زائد 629 في ايش في 300 ايضا هذا الدي داش من هون ايش قد ذاتي لانه هاي بقت ايضا 300 يا دكتور هم 260 ايضا 300 فايضا 260 زائدا ايش زائدا هذه اللي قلنا عليها 2200 اللي هو ايه هذا 2200 واشقد كان 65 في اشقد من هون الى هون هذا المسافه ايش قد اي اوفر 2 فراح تكون 300 ناقصا اي اوفر 2 راح تكون 2265 في 300 ناقصا اي اوفر 2 اللي هي ايش قدات الاي اوفر 2 راح تكون 0.85 في 320 اللي حكينا عليها على 2 لان ما كنا حسبناها ايش اللي يعطينا هذا كله زين دكتور البي بالانس ما تدخل بحسابات شلون البي بالانس ما تدخل ما انت يا تاخذ الخارجي يا تاخذ الداخلي ما يصير تاخذ الاثنين اها صار معلوم دكتور يطلع جواب 317 كيلو نيوتن اشقد 317 كيلو نيوتن لا غلط 371 غلط 769 لا 609 تقريبا لا دكتور 317 يعني مستحيل 300 هي ارقام واضحه حتى يعني 673.38 170 73 يعني هاي منطقيه شويه 673 ايه انا طلع لي نفس الناتج صح 673.38 طيب هذا الحكي كله تسلع من نانو ممكن نطلع الايش الاي لانه الام موجود موجود البي نطلع الاي مو صحيح نطلع نطلع الاي ايش نطلع الاي اي ايش يساوي لنا يساوي لنا ام على بي ام بي على ايش على بي بالانس الام ايش قد ذاتي 673 على بي بالانس 2265 ايش يساوي في الف بالضبط الجواب 297.1 297.1 مليم لأنه جماعة قسمونه على ألف نعم. إيه ربنا في ألف نرجع الساعة على الشكل مالتنا الساعة على الشكل هذا النقطة إيش قد صار عندي هذا المحور M اللي M إيش قد ذاته هذا المحور M وهذا P هذا P وهذا M M أشخد عندي الساعة النقطة الM 673 والمومنت أشخد ذاته والP أشخد ذاته 2200 265
60 65 هاي هسه النقطة تحدد عندي من هاي الورقة الأولى. هسه الورقة الأولى صار عندي بيها معلوم النقطة واحدة نرجع نكتبها هون حتى بشكل واضح. هاي النقطة M أشخاص ذاتي قلنا 670-73 والبي بالانس 2260 هسه هذا راح يصير M بالانس وهذا ايش P بالانس اللي هو وين راح يكون ابو الماسنجر بس خلي يسد المايك اللي عنده ماسنجر يا شباب ما يحتاج هذه راح يكون 0.03 وهذا راح يكون ايش قداته 0.0207 اللي هو ايش هذا اي وصل الى مرحله اليلد وهون وصل الى مرحله الكراش منه هذا المقطع ما عرفنا ايش واضح وهذا السي يسمونه السي بالانس طلعناه منين طلعناه من السترين دايركت بس هاي نقطه تحددت عندي طلع عندي هاي النقطة الثانية موجودة في الأعلى نطيق نحدد هاي النقطة الثانية هاي حل سهل المفروض نطيق نطلعها من يطلع لنا هي البي مو من صفر ما البي نوت راح يساوي لي ايش راح يساوي لي 0.85 اف سي برايم في ايش اي جي ماينس اي اس ناقصا اي زائد الاي اس اي اس في اف 1 اف 1 في نوت راح نساوي لنا 0.85 في 28 في اي جي هذا المقطع ايش قداته كان 600 في 350 في 350 راح يصير عندي 600 في 350 ناقصا الاي اس مالته ايش قداته؟ 1520 في 2 بالضبط زائدا 1520 22 في 2 في 2 في 14 ايش قاعد يساوي لنا بي نوت؟ استاذ شلون الاي اس في 2؟ هذه ليش في 2؟ ايه ما هذه هون 1520 وهي 1520 بس هاي كنت عليها كومبريشن بس هذه لازم نطلع الاي اس استاذ يطلع لهم 184 ايش قال؟ 6184 دكتور 6184 كيف؟ اذا هاي النقطة الأخرى طلعت لي اللي هي ايش قدات راح تكون عندي صفر بايش قد؟ ب 6184 اللي هي ايش راح يكون عندي؟ ام صفر معاها ايش؟ معاها بي نوت اللي هو اقصى ما يتحمل من الخرسانة واضح؟ هاي كنا حكينا عن المحاضرة السابقة ظلت عندي ايش؟ طلع عندي هاي النقطة اللي هي ايش سميناها؟ سميناها ام نوت النومينال مومنت على السكشناليتي عندما يكون الخرسانه ايش بها ما تتحمل اي اكسيال لود يعني البي ايش قد راح يكون بها المفروض يكون بها صفر قيمه البي راح تكون بها صفر ناخذ بريك يا شباب حتى نصلي واوقف التسجيل وبعدين نكمل هاي استاذ اذا ممكن يعني سؤال ثاني نفس الموضوع اللي ما هدي استنى عليه هذا بس انه على كيفك من تشرح استاذ لان ما فهمنا والله موجود الفيديو ممكن تفتح علينا استاذ يعني بس على كيفك النت حيقطع بس النت ما حيقطع بالتسجيل يعني التسجيل لك راح يكون اوكي سهله التسجيل نعم هذا التسجيل راح يكون ثبت على كلاس روم ايه موجود على كلاس روم حنعطيكم اللينك وكلكم تشوفوا شوفوا اها مشكور دكتور واضح
يعني لا تستعجلون انتم بس بعد البدايه ما تشرح لنا سؤال ثاني نفس الموضوع. اشرح لكم سؤال ثاني اذا تريدون نفس الموضوع ما عندي مشكله بس خلي اوقف التسجيل. خلي اوقف التسجيل لانه احس صار كثير.